حاج الحاج الجمعة بيقول لك عايز يدفع نص الفلوس بس والباقي ان شاء الله. اتصرف انت يا صبا. بفضلك. ما تكلمنيش في اي حاجة في الشغل اليومين دول، اتصرف انت. طب انت ما روحتش ليه يا حاج؟ الناس كلها مشيت. معلش. اتكل على الله انت، انا قاعد شوية. طب ما تصلي على النبي كده يا حاج. عليك افضل الصلاة والسلام. هشام الله يرحمه والله هو في حتة أحسن دلوقتي. الحمد لله. ما كنتش عارف اني بحب الواد ده قوي كده يا أخي. يمكن يصدق ان تبقى دي نهايته، لا اله الا الله. عارف يا صومعه اللي حصل للواد ده وتخلاني اخاف على عيالي قوي. حاج ربنا يخليهم لك ان شاء الله وتفرح بيهم. امين قوي. بقول لك ايه يا صومعه صحيح؟ امرني يا حاج. انا عاوزك تجيب حد من حلال كده يركب لنا كولدير ميه ساقعه قدام المصنع الحته الفاضيه اللي بره ديت. ماشي عينيا. ويكتب عليها لا اله الا الله ويكتب عليه صدقه جاريه على روح المرحوم هشام عزمي. انا يا حاج تشوف رسالكم الفاتح. انت بتحب اجيب مصاحف نوزعها على العمال؟ هدي واللي تديه المصحف قول له يقرا له الفاتح. بدك انا غلبان لا اله الا الله. روح ربنا يصبرك أحد. Watch it.